بسم الله الرحمن الرحيم. المدرس الدكتور رجاء فاضل حمدي من كلية العلوم قسم علوم الحياة، محاضرة الأولى لمادة تشريح النبات اللي يدرس للمرحلة الثانية. بالنسبة للمصادر المتبعة في محاضرة تشريح النبات هي المصادر الآتية: المصدر الأول كتاب للخزرجي طالب عويد وزهراء بكر محمد لسنة 2013، عنوان الكتاب تشريح النبات مبادئ وتطبيقات. المصدر الثاني هو للخزرجي طالب عويد وفلاح محمد عزيز لسنة 1990، عنوان الكتاب تشريح النبات والتحضيرات المجهرية العملي. المصدر الثالث هو للعاني بدر عويد وقيصر نجيب صالح لسنة 1988، أساسيات علم تشريح النبات. بالنسبة للمحاضرة الأولى راح نتطرق إلى علم تشريح النبات اللي هو Plant Anatomy، وتعريفه هو دراسة التركيب الداخلي لجسم النبات عن طريق تشريح أعضائه المختلفة ودراسة مواقعها والأنسجة المكونة لهذه الأعضاء وتكيفها للقيام بوظائفها المختلفة. أي عندما يراد دراسة أي نسيج نباتي يؤخذ جزء النبات ويشرح إلى أعضائه الداخلية، نشرحها حتى نعرف المكونات هذه الأعضاء ونعرف هاي الأنسجة المكونة لهذه الأعضاء، بالإضافة إلى دراسة مواقعها والوظيفة التي تقوم بها هذه الأنسجة وتكيفها للقيام بوظائفها المختلفة. بالبداية يبدأ النبات حياته، مدى بداية حياته راح يكون بتركيب بسيط وحيد الخلية يعرف بالبيضة المخصبة اللي هي الزايغوت، التي تنمو وتتكشف لتكوين الجنين، ويحصل هذا نتيجة لانقسامات الخلايا وتوسعها وما يصاحب ذلك من عمليات تخصص وتميز وغير ذلك. لذلك لدى انبات البذرة يتكشف البنين إلى بادرة سيدلينج، ومن ثم إلى النبات البالغ اللي هو الأدولت بلانت. إذن أي نبات هو راح يبدأ حياته بتركيب بسيط اللي هو مثل ما عرفنا البيضة المخصبة، والبيضة المخصبة اللي هي الزايغوت هي تتكون من اتحاد حبة لقاح مع البويضة، فيتكون إن هذه البيضة المخصبة اللي تسمى بالزايغوت اللي تنمو وتتكشف تكون لنا الجنين. ومثل ما عرفنا انه الجنين عند انبات البذرة هذا الجنين راح يتحول الى بادرة سيدلينج، ثم الى النبات البالغ اللي يسمى بالادولت بلانت. بالنسبة للنمو اللي يحصل في الجسم النباتي او اي جزء منه منذ فترة نشوء الجنين ولغاية اكتمال استطالته، هذا راح يطلق عليه النمو الابتدائي البرايمري جروث، ويحصل هذا بفعل المرستيمات القمنية بشكل رئيسي، كما وتسهم المرستيمات البينية إضافة إلى المرستيمات القمنية في بعض النباتات كالنجيليات في النمو الابتدائي. إذن احنا هنا راح نعرف انه هذا النمو من بداية نشوء الجنين إلى أن يكتمل النبات استطالته، هذا جميعا يسمى بالنمو الابتدائي. يحصل هذا النمو الابتدائي بفعل مرستيمات اللي هي المرستيمات القمنية بالدرجة الرئيسية، ثم ساندها جنبا إلى جنب في نباتات النجيليات تساندها المرستيمات البينية بالإضافة إلى المرستيمات القمنية لغرض تكوين جسم النبات الابتدائي اللي راح يكون لنا الأنسجة الابتدائية واللي نسميه النمو الابتدائي برايمري جروث. يطلق على الأنسجة التي تتكون أثناء هذا النمو بالأنسجة الابتدائية برايمري تشيو. أما الجسم النباتي الذي يتكون من أنسجة ابتدائية خلال النمو الابتدائي فيسمى بجسم النبات الابتدائي برايمري بلانت. في الغالبية العظمى من نباتات ذوات الفلقة الواحدة والنباتات الحولية من ذوات الفلقتين، وكذلك أغلب النباتات الوعائية يكون جسم النبات ابتدائي، لكن في معظم ذوات الفلقتين
وعارية البذور وبعضا من أدوات الفلق الواحدة التي تعاني تسمكا في السيقان والجذور، فيحصل بها نوع آخر من النمو يبدأ بعد اكتمال النمو الابتدائي للجسم النباتي، ويسبب زيادة قطرية محسوسة في الأعضاء التي يحصل فيها، ويدعى بالنمو الثانوي اللي هو secondary growth. وتعرف الأنسجة المتكونة أثناء النمو هذا بالأنسجة الثانوية secondary tissue، وينتج عن ذلك جسم نباتي يعرف بالجسم النباتي الثانوي secondary plant، الذي يكون أصلب وأقوى وأكثر مقاومة وتعقيدا من جسم النبات الابتدائي، كما هو واضح في الأشجار والشجيرات عند مقارنتها بالأعشاب. يعني لو أجرينا مقارنة بين ما موجود من أشجار وشجيرات مثل شجرة نبات اليوكاليبتوز وشجيرات نبات النيريوم اللي هو الدفلة، ونقارن هاي النباتين مع الأعشاب والحشائش، فأكيد راح يكون واضح للعيان إنه هذا النباتات اليوكاليبتوز والدفلة هي حدث فيها نمو ثانوي مقارنة بنباتات الأعشاب والحشائش اللي يكون بها جسم النبات ابتدائي، واللي حدث به نمو ابتدائي نتيجة المرستيمات ابتدائية كالمرستيمات القمية الأبيكال مرستيم، وجنبا إلى جنب مع المرستيمات البينية اللي هي الأنتركالاري مرستيم. أما النمو الثانوي الذي يكون الأنسجة الثانوية المكونة للجسم النباتي الثانوي، فيتم بفعل مرستيمات أخرى تدعى بالمرستيمات الثانوية. احنا ذكرنا قبل قليل أن المرستيمات الابتدائية تكون الجسم النباتي الابتدائي، لكن هنا المرستيمات الثانوية تنطينا جسم النبات الثانوي اللي secondary مرستيمز. هذه المرستيمات الثانوية تكون ممثلة بالكامبيوم الوعائي الفازوكيلار كامبيوم والكامبيوم الفليني كور كامبيوم أو يسمى بالفلوجين. إذن هنا المرستيمات الثانوية هي تمثل لنا الكامبيوم الوعائي والكامبيوم الفليني، الفازوكيلار كامبيوم والكور كامبيوم. تتحدد وظيفة الكامبيوم الوعائي بتكوين النسيج الوعائي. إذن عندنا الفازوكيلار كامبيوم هو عبارة عن كامبيوم وأنسجة مستمرة بالانقسام حتى تكون لنا نوعين من الأنسجة اللي هو نسيج الخشب ونسيج اللحاء، خشب ثانوي ولحاء ثانوي، بينما ترتبط وظيفة الكامبيوم الفليني بتكوين البشرة المحيطة البريديرم اللي تعتبر من ضمن النظام النسيجي الضام في جسم النبات الثانوي ديرمال تيشيش سيستم. والمرستيمات الثانوية التي يطلق عليها مصطلح المرستيمات الجانبية، إذن هنا السكندري مرستيم لها تسمية يطلق عليها باللاترال مرستيم اللي هي المرستيمات الجانبية، ومثل ما نوهنا وعرفنا عنها إنه هي الفازيكولار كامبيوم والكور كامبيوم أو ما يسمى بالفيلوجين. يتألف الجسم النباتي في النباتات الراقية من ملايين من الخلايا، تختلف عن بعضها البعض في أشكالها العامة، في تراكيبها، في وظائفها ومواقعها. والخلايا لا توجد في الجسم النباتي بهيئة انفرادية، بل هي متماسكة مع بعضها البعض، ووجود هذه المجاميع من الخلايا مع بعضها البعض راح تكون لنا التركيب يسمى بالتشيو النسيج. إذن النسيج هو مجموعة من الخلايا المقترنة تركيبيا ووظيفيا مع بعضها البعض وذات موقع خاص، ومنها تتجمع هذه المجاميع النسيجية ضمن الأنظمة النسيجية، ومثلها النظام النسيجي الأساسي الجراوند تشيو سيستم، والنظام النسيجي الوعائي Vascular Tissue System، والنظام النسيجي الضام اللي هو Dermal Tissue System. بعد ما اتطرقنا إلى علم التشريح العام تعريفه النمو الابتدائي، اتطرقنا إلى النمو الثانوي
راح ندخل إلى الخلية النباتية باعتبارها هي وحدة التركيب والوظيفة في جسم النبات أو أي كائن آخر من الأحياء الأخرى. إذن تعتبر الخلية الوحدة الوظيفية والتركيبية في جميع النباتات وغيرها من الأحياء. تشترك الخلايا الحية، جميع الخلايا الحية تشترك بوجود بعض المكونات، مثلا غشاء الخلية سير ممبران موجود في جميع الخلايا وليس فقط في الخلايا النباتية، في حين تظهر اختلافات فيما بينها بوجود مكونات أخرى. مثلا نعرف احنا خلايا النباتية تحتوي على البلاستيدات الخضر الكلوروبلاست اللي تكون مفقودة في الخلايا الحيوانية. إذن الفارق ما بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية هو وجود البلاستيدات الخضر في الخلايا النباتية اللي يطلق عليها بالكلوروبلاست. وعلى أساس هذه المكونات وعلى أساس تقوم الخلايا بأدوارها المختلفة اللي هي الانقسام، النمو، البناء الضوئي. في البناء الضوئي في حالة احتواء الخلايا والأنسجة النباتية على كلوروبلاست بالإضافة إلى الإفراز وغيرها من الوظائف. تحتوي معظم أنواع الخلايا على المادة الوراثية اللي تسيطر على الفعاليات الحيوية للخلية وتنقل إلى الخلايا الجديدة الناتجة من الانقسام الخلوي. توصف الخلايا النباتية عموماً إنها وحدات لا ترى بالعين المجردة، وتقع أبعادها في النباتات الراقية، أبعاد الخلايا النباتية في النباتات الراقية بين 1% إلى 1.2 ملم، على أن أطوالها في بعض الحالات تزيد عن ذلك كثيرا. ففي سيقان النباتات الخشبية يصل طول الألياف إلى 8 ملم. ويفهم منها خلال هذه الأمثلة إن الخلايا النباتية ليست كلها صغيرة جدا ولا ترى إلا بالعين المجردة، لكن يمكن رؤية بعضها وبعض الأنواع باستعمال عدسة مكبرة أو حتى بالعين المجردة. بصورة عامة تتألف أو تتكون الخلية النباتية من جزئين رئيسيين. الجزء الأول هو السيل وول، جدار الخلية، والجزء الثاني هو البروتوبلاست. ويقصد بالأخير أي بالبروتوبلاست هو كل مكونات الخلية النباتية عدا جدار الخلية، أو بمعنى آخر البروتوبلاست هو جميع مكونات الخلية الواقعة إلى الداخل من جدار الخلية. هذا مصور لخلية نباتية نموذجية يوضح تركيب الخلية النباتية اللي هي مشابه للخلية الحيوانية ما عدا بعض الاختلافات اللي من ضمنها هو وجود البلاستيدات الخضراء اللي هنا نقدر نشوفها مؤشر عليها باسم بلاستيدة خضراء، بالإضافة إلى أنه الفجوة مثل ما موجود بالرسم راح تشغل أغلب تجويف الخلية النباتية. الفجوة راح تكون هنا شاغلة أكثر، هو تاخذ حيز كبير جدا من سيتوبلازم الخلية بالإضافة إلى المكونات الأخرى من نواة وما تحويه من نوية وجدار خلوي مثل ما ذكرنا، لأن هذه خلية نباتية. ليميزها عن الخلية الحيوانية مثل ما ذكرت سابقا هو احتوائها على جدار خلوي بالإضافة إلى بلاستيدات خضراء. كذلك موجود الميتوكوندريا، سيتوبلازم، جهاز جولجي أباراتوس أو ما يسمى في المصطلح النباتي أو جهاز جولجي يطلق عليه في النباتات باسم الدكتيوسوم، بالإضافة إلى الغشاء البلازمي اللي ذكرنا هو موجود في كل خلايا الأحياء نباتية أو حيوانية، ورايبوسومات، وشبكة إندوبلازمية ملساء، وشبكة إندوبلازمية خشنة، بالإضافة إلى نبيبات دقيقة. هذا هو مخطط أو مصور لخلية نباتية نموذجية. بالنسبة لمكونات الخلية النباتية كما ذكرنا
انه تتكون من جدار خليه وبروتوبلاست. فجدار الخليه يوصف الجدار في النبات بانه الجزء الميت من الخليه النباتيه الذي يحيطها من الخارج ويمنحها الشكل ويكسبها الصلابه والمتانه او القوه، مما يوفر لها الدعم التركيبي والحماية ضد الإجهادات البيئية مثل تطرفات بدرجات حرارة، ويحميها كذلك من الجفاف ومن مهاجمة الحيوانات العاشبة الهيربيفوروس، وهو صفة مميزة رئيسية للخلايا النباتية عن الخلايا الحيوانية. إذن كل هاي الوظائف تقع على عاتق جدار الخلية، يحمينا الخلية من الإجهادات وتطرفات الحرارة والجفاف من الحيوانات العاشبة اللي هي تكون غذائها هو النباتات والأعشاب. على أساس تكشف الجدار وتركيبه في النباتات الراقية، فإن الجدار يتألف من ثلاثة أجزاء رئيسية اللي هي صفيحة الوسطى المدلاملة، والجدار الابتدائي primary wall، والجدار الثانوي secondary wall. إذن راح يكون الجدار هنا بصورة عامة يتكون من ثلاث أجزاء رئيسية مثل ما ذكرت، المدلاملة primary wall والsecondary wall. يتكون جدار الخلية النباتية نتيجة لنشاط البروتوبلاست. إذن جدار الخلية يتكون على السطح الخارجي للبروتوبلاست هو نتيجة لنشاط هذا البروتوبلاست في إضافة مواد الجدار على سطحه، وهذا ما أثبت تجارب زراعة البروتوبلاست اللي بيّنت أن البروتوبلاست المعزول من خلايا نباتية يقوم بتكوين مواد جدارية على الوجه الخارجي لغشائه الخارجي. يمكن متابعة تكوين جدار الخلية خلال عملية انقسام الخلية، يعني إذا أريد أتبع كيفية تكوين جدار الخلية ومراحل تكوينه راح يكون خلال انقسام الخلية cell division، إذ تظهر الصفيحة الخلوية في بادئ الأمر. عندما يحدث الانقسام راح تحدث تتكون الصفيحة الخلوية cell plate عند خط استواء المغزل، وذلك بصورة تدريجية خلال الانقسام النووي nuclear division. تتكون هذه الصفيحة نتيجة التحام حويصلات جهاز جولجي، أو مثل ما ذكرت تسمى بحويصلات الدكتيوسومات. إذا في البادئ عند حدوث انقسام النووي راح تتكون لنا السيل بليت في منتصف الخلية عند خط استواء المغزل، راح تتكون عن طريق التحام حويصلات جهاز جولجي. باستمرار تكوين هذه الحويصلات والتحامها على جانبي الصفيحة الخلوية راح تتكون الصفيحة الوسطى المدلاملة، وبعد أن تتحول الصفيحة الخلوية إلى الصفيحة الوسطى اللي هو طبعا يحدث بالطور النهائي من انقسام الخلية، تقوم الخليتان المتجاورتان بإضافة جدار ابتدائي على جانبي الصفيحة الوسطى، ويضاف في بعض الأنواع في بعض الخلايا النباتية جدار آخر يعرف بالجدار الثانوي على الجدار الابتدائي. إذن مراحل تكوين الجدار أو خطوات تتبع تكوين الجدار راح تبدأ في مرحلة انقسام النووي للنواة، عندما تصطف حويصلات جهاز جولجي حتى تكون لنا المرحلة الأولى من الجدار اللي هو نسميها السيل بليت. بعد ذلك باستمرار إضافة حويصلات جهاز جولجي أو بالدكتيوسومات على جانبي السيل بليت راح تتكون لنا المدلاملة اللي هي الصفيحة الوسطى، ثم بعد ذلك راح تضاف مواد الجدار الابتدائي على الصفيحة الوسطى. هاي في حالة كون الخلية فقط تتكون فيها جدار ابتدائي، لكن في أنواع أخرى من الخلايا عندما يتكون جدار ثانوي للخلية النباتية أيضا راح يضاف مواد الجدار الثانوي على الجدار الابتدائي. بعد ما عرفنا كيفية تكوين جدار الخلية راح نعرف شنو كيمياء جدار الخلية.
ما هي المكونات الكيميائية أو التراكيب الكيميائية المكونة للجدار؟ تتألف الجدران النباتية من مركبات وعناصر كيميائية، وهي أول مكون اللي هي الكربوهيدرات المعقدة Complex Carbohydrates. من ضمن هذه الكربوهيدرات المعقدة هو السليلوز اللي يعرف على أنه هو بوليمر كربوهيدراتي مؤلف من 1000 إلى 10000 وحدة من الجلوكوز، وهو مكون أساس للجدران الابتدائية والثانوية، ويوجد في الجدران بشكل لويفات دقيقة متبلورة ترتبط فيما فيها جزيئات سليلوز بأواصر هيدروجينية. إذن ترتبط معها جزيئات السليلوز بأواصر هيدروجينية، وتتداخل هذه اللويفات في الجدران الثانوية بشكل حزم باندلز، تعرف باللويفات الكبيرة اللي تضم أكثر من 500000 جزيئة سليلوز. وإن السليلوز يوفر قوة شد للجدران النباتية، يعني يكسبها نوعا ما من الصلابة والشد بالنسبة لجدران الخلايا النباتية. المكون الآخر اللي يقع ضمن الكربوهيدرات المعقدة المكونة للجدار الخلية النباتية هو أنصاف السليلوز اللي يطلق عليها بالهيمي سليلوز. هي كربوهيدرات معقدة في الغالب متفرعة، وتشبه السليلوز في تركيبها، وتشمل أنصاف السليلوز الزايلوغلوكان والجالكتومانانز، واللي تعدلنا هنا الزايلوغلوكانز من أنصاف السليلوزات الرئيسة في الجدران الابتدائية لمعظم النباتات الزهرية. أما المركب الجالكتومانان فهو غذاء كربوهيدراتي مخزون في بذور البقوليات، والمعروف عن الغذاء المخزون إنه يحلل خلال عملية إنبات البذور لتغذية جنين البذرة. إذن هنا عندنا هذا المركب الجالكتومانان هو عبارة عن غذاء مخزون في البذرة يغذي الجنين أثناء نموه، ويستخدم هذا المركب الجالكتومانان في الصناعات الغذائية كمادة مثخنة. توجد أنصاف السليلوز بوفرة في الجدار الابتدائي، وتوجد في الجدار الثانوي، لكن أقل أهمية مما في الجدار الابتدائي. المكون الآخر للكربوهيدرات المعقدة اللي هو البكتين، هو عائلة من الكربوهيدرات معقدة تظهرها الصفائح الوسطى والجدران الابتدائية لجميع النباتات، وتوصف البكتينات بأنها بولمرات مكونة من حوالي 200 جزيئة من الحامض جالكترونيك أسيد، وإنها محبة للماء، وهي بذلك تشبه أنصاف السليلوز التي تكون محبة للماء أيضا. المكون الثاني من المكونات الكيميائية لجدار الخلية هو البروتينز، إذ تحتوي الجدران النباتية غروبا من البروتينات بالإضافة إلى الكربوهيدرات، ومن هذه البروتينات هي الجلايكوبروتينز اللي هي عبارة عن بروتينات تظهر اتصال حامض أميني معين مع بكربوهيدرات سلسلة جانبية، وتوجد البروتينات بوفرة في الجدران الابتدائية وتوصف بأنها محبة للماء، وتكون هذه البروتينات. أما بروتينات تركيبية مثلا تدخل بروتينات في تكوين أو تركيب الغشاء البلازمي، هاي نقول عليها بروتينات تركيبية، وتوجد أيضا عندنا بروتينات وظيفية كالإنزيمات موجودة داخل الخلايا، إنزيمات نباتية، هاي ما يطلق عليها بالبروتينات الوظيفية. ثالثا المكونات الأخرى للجدار الخلية النباتية هو مركبات فينولية، عناصر مثل الكالسيوم، فضلا عن اللجنين اللي هو مادة دهنية، والعفو مادة دهنية مثل السوبرين والكيوتين والشموع، وإن اللجنين والسوبرين من المكونات الرئيسية للجدران الثانوية، ويصنف الخشب ضمن المواد القوية بسبب احتوائه على نسبة عالية من اللجنين،
إذا اللي منح نسيج الخشب هذا القوة والصلابة هو احتوائه على مادة اللجنين وبنسبة عالية، بالإضافة إلى أن اللجنين والسوبرين من المواد هي مواد صلبة وغير محبة وغير منفذة للماء، وهو ما يجعل الجدران النباتية جافة وقاسية. بالنسبة للمكون، مكون اللي احنا ذكرنا أنه جدار الخلية يتألف من ثلاث مكونات: صفيحة وسطى وجدار ابتدائي وجدار ثانوي. ناخذ هسه الصفيحة الوسطى عند اللاملة، وتوصف بأنها أول جدار يتكون خلال انقسام الخلية، وأنها المادة الرابطة للخلايا النباتية المتجاورة. تتركب الصفيحة الوسطى أساساً من بكتات الكالسيوم والمغنيسيوم، وهي عرضة للتحطم بفعل إنزيم البكتينيز الذي يفرزه النبات أو تفرزه ممرضات النبات لتيسر لنفسها اختراق أنسجة النبات الآعل. لأن احنا مثل ما ذكرنا أن الصفيحة الوسطى تتكون من بكتات الكالسيوم والمغنيسيوم، إذن اللي حطوا منا هاي الصفيحة واللي حطوا منا بكتات الكالسيوم والمغنيسيوم هو إنزيم البكتينيز. إنزيم البكتينيز يفرز من بعض ممرضات النبات مثل الفطرية بكتيرية، لتسهيل اختراق هذا الممرض للنبات يفرز هذا إنزيم البكتينيز، راح يحطم ببكتات الكالسيوم المكونة بالصفيحة الوسطى، وبالتالي راح يتمزق أو يتهشم هذا الجدار، أو تكون هنالك فسحة لكي يستطيع الممرض من خلالها الدخول واختراق أنسجة النبات العائل. الجدار الابتدائي اللي هو مثل ما ذكرنا صفيحة وسطى وجدار ابتدائي اللي primary cell wall، تحاط الخلايا النباتية الفتية والتلك في مناطق النمو الفعال مثل الخلايا المنقسمة في قمم الجذور والسيقان. إذا موجود الجدران الابتدائية في الخلايا الفتية، وتوجد أيضا بالقمم النامية، الخلايا تكون منقسمة في قمم الجذور والسيقان. كل هذه الأنسجة تكون خلاياها ذات جدران ابتدائية، لأن هذه الأماكن اللي هي قمم الجذور والسيقان هي عرضة للانقسام بصورة مستمرة، ولذلك يكون جدرانها ابتدائية. ويتكون أيضا مثل ما ذكرنا الجدار الابتدائي في مراحل مبكرة من النمو والتكشف، وذلك كأول جدار يضيفه البروتوبلاست على الصفيحة الوسطى. إذن أول جدار يضيف البروتوبلاست على الصفيحة الوسطى هو الجدار الابتدائي. تمتاز الخلية المحاطة بجدار ابتدائي بقدرتها على تغيير شكلها والانقسام أو التميز اللي نسميه differentiation. التميز differentiation تحول إلى نوع آخر من الخلايا، يعني عندما يحدث هنالك جرح أو خدش لنسيج نباتي كيف يعوض؟ راح يعوض انه بعض الخلايا اللي تكون جدرانها ابتدائية راح بعملية التميز الديفرنشيشن راح تتحول الى نوع مختص من الخلايا يسد لنا هذا الجرح او التئام هذا الجرح. اذا هنا عملية التميز تكونت في الخلايا اللي تكون جدرانها ابتدائية. يتصف الجدار الابتدائي بانه رقيق نسبيا ونوعا ما مطاوع، يعني يمتلك صفة البلاستيسيتي، بلاستيك له القدرة على التمدد، مجارات النمو في الخلية واتساعها بالحجم. يتألف الجدار الابتدائي من هيكل صلب نسبيا مكون من لويفات دقيقة مايكروفايبرولز من السليلوز، تضمها مادة بينية شبه هلامية مكونة من البكتين وأنصاف السلوز والجلايكوبروتين. بيّنت التجارب المختبرية على أحد النباتات أن الجدار الابتدائي يحتوي على 81% كربوهيدرات معقدة، اللي هي مثل ما ذكرنا كربوهيدرات معقدة سلوز وأنصاف سلوز وبكتين، و 19% بروتينات. تتوزع الكربوهيدرات على النحو الآتي:
إذن 81% هي كربوهيدرات معقدة و19% هي بروتينات. هذه الكربوهيدرات راح يكون توزيعها على النحو الآتي: اللي هي 23% سيلولوز، 24% أنصاب سيلولوز، وثم بقية 81 هي 34% بكتين. هذه هي مكونات الجدار الابتدائي. تظهر الجدران الابتدائية لبعض الخلايا وجود كميات قليلة من اللجنين والسوبرين، كذلك وجود مادة الكيوتين في بشرة بعض الأجزاء الهوائية اللي تعتبر مادة دهنية، التي تضاف على الجدران المماسية الخارجية لهذه الخلايا بشكل طبقة تعرف بالكيوتيكل، التي تضم شموع بالإضافة إلى الكيوتين. ومن وظائف الكيوتيكل أنها تحمي الجزء النباتي من الجفاف بوصفها طبقة دهنية غير منفذة للماء. إذن سنتحول نعرف بعد ما عرفنا أنه تركيب الجدار وكيميائية الجدار، راح لخصنا وظائف الجدار الابتدائي بهذه النقاط. النقطة الأولى أنه يعطي دعم تركيبي وميكانيكي للخلية النباتية. اثنين، يمنح شكل الخلية ويحافظ عليها. ثلاثة، مقاومة ضغط انتفاخ الخلية. رابعا، التحكم ببناء الجسم النباتي وشكله. خمسة، تنظيم انتشار المواد خلال الفسح غير البلازمية اللي نسميه بالأبوبلاست، أي أنه يعمل على انتشار المواد خلال الأبوبلاست، أي مرور المواد خلال الجدران وليس عن طريق السيتوبلازم اللي نسميه بالسيمبلاست. النقطة السادسة، توفير الحماية من العوامل البيئية كالجفاف ومهاجمة الممرضات والحشرات. سبعة، منع أو تقليل فقد الماء. وظيفة الجدران المكيتنة لخلايا بشرة الأوراق والسيقان. بالنسبة ما يحويه الجدار الابتدائي من حقول النقر الابتدائية نسميه البرايمري بيتفيلز والروابط البلازمية البلازموديزماتا، راح نعرف شنو حقول النقر الابتدائية وما هي الروابط البلازمية. يوصف الجدار الابتدائي، الجدار الابتدائي يوصف بأنه غير منتظم السمك، إذ يظهر وعلى مسافات معينة منه انخفاضات واضحة. هذه الانخفاضات الموجودة بالجدار تعرف بحقول النقر الابتدائية اللي تسمى برايمري بيتفيلد، التي هي انخفاضات موجودة على الجدار الابتدائي اللي موجود على الصفيحة الوسطى، وتمثل المناطق الرقيقة من الجدار الابتدائي الذي لا يضاف على الصفيحة الوسطى في هذه المناطق. وتظهر حقول النقر الابتدائية في الجدران الابتدائية للخلايا المتجاورة وجود ارتباطات تعرف بالروابط البلازمية. إذا احنا هسه صار واضح انه تتكون حقول النقر نتيجة إضافة مواد الجدار الابتدائي على الصفيحة الوسطى بصورة غير منتظمة، يعني يضاف في مناطق ويترك مناطق فارغة بدون إضافة، ويضاف ثم ذلك وهكذا إلى أن يستمر إضافة الجدار. هاي الانخفاضات واللي منضاف بها مواد الجدار الابتدائي هذه تسمى حقول النقر الابتدائية. تمر خلال حقول النقر الابتدائية هذا روابط أو ارتباطات تسمى بالروابط البلازمية البلازمو دزماتة، اللي راح نعرف ما هي وظيفتها. نقدر نعرف البلازمو دزماتة، نقول هي عبارة عن قنوات channels تظهر استمرارية الأغشية البلازمية بين الخلايا المتجاورة، وتسمح بحركة المواد من خلية إلى أخرى، مما يعني إن الخلايا النباتية الحية مرتبطة ببعضها وتتبادل المواد فيما بينها عن طريق الروابط البلازمية. إذن هنا الرابطة البلازمية تربط بين خلية وأخرى، يعني إنه لا تكون الخلايا النباتية أحداهما منعزلة عن الأخرى، لكن وجود هذه الروابط أو الأشرطة السيتوبلازمية بين الخلايا راح تسمح بحركة المواد من خلية إلى أخرى.
من الصعوبة رؤية حقول النقر الابتدائي ورابط البلازمية تحت المجهر الضوئي، إلا أنها واضحة تحت المجهر الإلكتروني، لكن مع ذلك يمكن ملاحظة رابط البلازمية في الجدران الابتدائية السميكة لخلايا السويداء البذور مثل نوى التمر. عندما يؤخذ من منطقة السويداء راح نقدر نشوف بها حقول النقر الابتدائية وتمر من خلالها الروابط البلازمية في العناصر الناقلة وخلايا الإفرازية مثل الغدد الرحيقية والغدد الزيتية. تعرف روابط البلازمية كذلك أنها قنوات أو ثقوب ضيقة توجد في حقول النقر الابتدائية وأجزاء أخرى من الجدار الابتدائي، ويتم خلالها النقل البيني intercellular transport للماء والأيونات والجزيئات الصغيرة. أقصد بالجزيئات الصغيرة سكريات وأحماض أمينية، الجزيئات الكبيرة بروتينات، دهون، أحماض نووية، معقدات متعددة الجزيئات مثل معقد بروتين حامض نووي، مما يشير إلى مساهمة هذه التراكيب في النمو والتكشف development واستجابات النبات. تشير الدراسات إلى أن عدد الروابط البلازمية بين خلية نباتية وما يجاورها من خلايا تتراوح بين 1 إلى 100 رابطة بلازمية لكل مايكرومتر مربع. طبعاً 1 إلى 100 رابطة بلازمية لكل مايكرومتر مربع، وأن أعداد الروابط البلازمية يختلف من جدار إلى آخر في الخلية الواحدة ومن مكون لآخر في النسيج الواحد. تقسم الروابط البلازمية على أساس مظهري إلى نوعين: روابط بلازمية بسيطة simple plasmodesmata وروابط بلازمية متفرعة branched plasmodesmata. أما على الأساس التكشفي فتقسم الروابط إلى روابط بلازمية ابتدائية سميها primary plasmodesmata اللي هي الروابط التي تتكون خلال انقسام الخلية، وروابط بلازمية ثانوية secondary plasmodesmata اللي هي روابط بلازمية تظهرها الجدران الابتدائية للخلايا الناضجة أو غير المنقسمة. وبسبب ثبات عدد الروابط البلازمية في وحدة المساحة سواء في الأنسجة الفتية أو في الأنسجة الناضجة، فقد اقترح أن الروابط البلازمية الثانوية أصلها من الروابط البلازمية الابتدائية. تتألف الرابطة البلازمية اللي هي البلازمودزماتا تتألف من 3 أجزاء رئيسية، هي البلازما ممبران والديزمو تيوبيول اللي هي النبيبة الرابطة والسيتوبلازم وكالآتي. المكون الأول الغشاء البلازمي اللي هو الغشاء الحي المبطل لقناة أو ثقب الرابطة البلازمية، ويمثل امتداد للغشاء البلازمي للخليتين المتجاورتين ويشبهه في التركيب الكيميائي. النبيبة الرابطة هي عبارة عن تركيب غشائي محور بهيئة أنبوب دقيق يمتد بين خليتين متجاورتين ويحتل مركز الرابطة البلازمية ويتصل بالشبكة الإندوبلازمية للخليتين المتجاورتين، مما يشكل استمرارية غشائية بين الخلايا. وبسبب هذا الاتصال بين النبيبة الرابطة والشبكة الإندوبلازمية جاء الاعتقاد بأن هذه النبيبات هي أصلها من الشبكة الإندوبلازمية. المكون الآخر هو السيتوبلازم. السيتوبلازم يشغل المنطقة ما بين الغشاء البلازمي والنبيبة الرابطة، هاي من ضمن الرابطة البلازمية الواحدة، وأصطلح على هذه المنطقة السيتوبلازمية باسم الحلقة السيتوبلازمية. إذن سميت هذه منطقة السيتوبلازم بالحلقة السيتوبلازمية. هذه التراكيب الثلاثة اللي هي الغشاء البلازمي والنبيبة الرابطة والردن أو الحلقة السيتوبلازمية هي المسؤولة عن تنظيم حركة المواد بين الخلايا النباتية، مثل ما ذكرنا لأن الخلايا النباتية ليست واحدة بمعزل عن الأخرى، لكن هذه الخلايا هي هذه الارتباطات اللي هي الروابط البلازمية هي راح تسمح بحرية حركة المواد بين الخلايا المتجاورة داخل النسيج. رابعا مكونات أخرى تتميز الرابطة البلازمية إلى منطقة عنق نسميها النك ريجن، منطقة عنق عند نهايتيها
يعني في نهايتي الرابطة البلازمية موجود منطقة نسميها النكريجين، ومنطقة واسعة بين هذه العنقين. هذه المنطقة الواسعة راح تسمى بالتجويف المركزي Central Cavity. وكثيرا ما تغلق منطقة العنق مما يؤدي لاقتراب الغشاء البلازمي من النبيبة الرابطة في هذه المنطقة، وتظهر صور المجهر الإلكتروني وجود حلقة بروتينية حول عنق الرابطة البلازمية تسمى بالياقة الجدارية Wall Collar. الياقة الجدارية هي حلقة بروتينية حول منطقة عنق الرابطة البلازمية. هاي وظيفتها شنو؟ توظف في حد الاستبعاد الحجمي للرابطة البلازمية، اللي يقصد به حد حجم الجزيئة القابلة للمرور خلال فتحة الرابطة البلازمية. من بعض وظائف الروابط البلازمية في النبات الراقي النقاط التالية: رقم 1، تعمل الروابط البلازمية كفلتر مرشح أو منخل جزيئي أمام حركة المواد بين الخلايا. ثانيا، النقل البيني للجزيئات الصغيرة بطريقة الانتشار البسيط والجزيئات الكبيرة بطريقة النقل الفعال. 3، نقل الفيروسات النباتية من خلية لأخرى، أي من الأماكن المصابة إلى الأماكن السليمة في النبات. نلاحظ أنه أي إصابة نباتية فيروسية في النبات عندما تصاب خلية لنبات راح نلاحظ بعد فترة وجيزة تصاب بقية الخلايا. هذا سببه هو انتقال الفيروس عن طريق هاي الروابط إلى الخلايا المجاورة، مما سبب إصابتها بهذا الفيروس. تعتبر ممراً تمر من خلال ممرضات النبات الفطرية، كذلك هي ممراً لهذه الفطريات اللي تهاجم النباتات. نقل مواد إلى مواقع بعيدة عن مواقع صنعها، مثل نقل بروتينات التزهير الخاصة بالتزهير، راح تنقلها هاي الروابط من الأوراق إلى المرسيم القمي للساق ثم يبدأ التزهير. نقل الهرمونات النباتية في النبات، الهرمونات النباتية تنقل من أماكن تصنيعها في النبات إلى أماكن أخرى يحتاجها النبات أو العضو النباتي أو النسيج النباتي. هذا يتم خلال البلازمودزماتة. سابعاً، تعمل على غلق إحدى نهايتها عند اختلاف الضغط بين الخلايا المتجاورة حتى تقلل من عملية تدفق المواد بين الخلايا أو الماء والمغذيات وغيرها بين الخلايا إذا راح تغلق إحدى نهايتها. 8، نقل البروتينات والأحماض النووية بين الخلايا المرافقة، تعمل على نقل بروتينات وأحماض بين الخلايا المرافقة ووحدات الأنبوب المنخلي في نسيج اللحاء. هنالك بعض الأدلة على أن هذه التراكيب أو الروابط البلازمية هي حقيقية حية ذات طبيعة بروتوبلازمية. إذا إحنا الأدلة اللي نستدل من خلالها إنه هذه الروابط البلازمية هي حقيقية حية وطبيعتها مثل طبيعة البروتوبلازم أو السيتوبلازم. هذه الأدلة هي أولاً وجودها في جدران الخلايا الحية فقط. إذا أول دليل إنه هاي الروابط البلازمية موجودة فقط في جدران الخلايا الحية وعدم وجودها في جدران الخلايا الميتة. 2، تتشابه هذه التراكيب اللي أقصد بها أن هذه التراكيب هي البلازمودزماتة، تتشابه مع بقية السيتوبلازم من حيث ميلها للاصطباغ بالصبغات الخاصة بالسيتوبلازم. إذا هنا الصبغات الخاصة بالسيتوبلازم واللي تصبغ لي سيتوبلازم الخلية هي نفس الصبغات اللي تصبغ البلازمودزماتة أو ما يسمى بالروابط البلازمية. ثالث دليل هي تعطي تفاعلات موجبة مع إنزيمات الأكسدة الأوكسيديز كما يفعل السيتوبلازم. إذا السيتوبلازم يعطي تفاعلات موجبة مع إنزيمات الأكسدة الأوكسيديز وكذلك الروابط البلازمية بلازمودزماتة. رابعا، عند تبلزم الخلية يبتعد السيتوبلازم عن الجدار
إلا في مناطق معينة من الجدار يبقى فيها السيتوبلازم مرتبطا به. تمثل هذه المناطق هي موضع مرور الروابط البلازمية. إلى هنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.